إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
مذموم بما أراد ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الكلام عنهم والرسول إلا كانوا به يستهزئون فلما بلغ معك وقفهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان يرجعوا الى جميع لدينا مضرون فاعلم لهم اكثر عند تعنيناها واخرجنا منها حبا ومنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليبلغوا من سمعهم وما عملت ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض من انفسهم ومما لا يعلمون فايه لهم ليل نصفه منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم ورفعنا بعضهم منازل حتى عادهم بكل قدير فالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولن يسابق النهار وكل في ملكه يسمعون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشاء نحرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منهم ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم فما خلفكم لعلكم ترحمون وما يأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Yeah.
فإذا هو